الرسالة الأهم في هذا المقام: ديننا دين وسطية، وكذلك جعلناه أمة وسطا، وما غال الدين أحد إلا غلب. فبالنسبة لمظهرنا فمظهرنا هو الإسلام، لأن كان لباس النبي صلى الله عليه وسلم الأخضر والأبيض، كان لباسه الأخضر والأبيض. وقوله صلى الله عليه وسلم روى عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب البياض من الثياب، وكان يحب تيامنا في كل شيء. فيكفينا شرف أننا نهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فأتوا منها ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولن أكون بطريقتي هذه وبمنصبي هذا أن أكون فظ ولا غليظ ولا سخاف، لأن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمأمور علينا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عندما همت به المصرية، ومنها حتى بالمناسبة السعيدة دي ابن بنت رسول الله اللي هو مولانا سيدنا الحسين. طبعا ده ديننا وده اسلامنا، وبنقول للناس احنا كلنا بنجتمع علشان بنقعد على كافي، بنقعد على قهوة، بنمشي نترجل على ارجلنا، بنمشي واقفين، بنقف في مكان معين نسمع مدح، نسمع الحاجات الجميلة بتاع سيدنا اللي تربى عليها اهالينا كما تربى على سنات الخليفة، والحاجات اللي هي الفلكلور القديم المصريات القديمة الجميلة ما بين هبل وبحر. وحضرتك من مواليد الحسين، يعني انت من المنطقة ولا من؟ انا قاهري بس محب للإمام الطاهر دون، اللي تقال فيه بعاد كتيرة طبعا مش وقتها ولا سنتها، فمحب ليها، فكاد أكون إن أنا من هنا، زي ما أنا برضه بتقولي من السيد، زي ما قولك من سيد إبراهيم التسوق، من سيد أحمد الفادي، فالمحب هي بلده في كل حاجة. طيب حضرتك بالنسبة لمراسم الاحتفال بمولد الحسين، حضرتك شايف إن السنة دي الاحتفال غير السنة اللي فاتت وغير قبلها؟ طبعا في ما قبل الثورة كانوا حابوا يقننوا من موضوع يعني بقصد الزحام وبقصد كذا، ففي ناس مهما بتوصل ما بتوصلش في الدين وفي السيرة النبوية وفي حبها الأهل البيت ما بتوصلش لدرجة مولانا الإمام العصير. حضرتك بقى يعني بتعمل هنا الليلة دي بس الكلمة دي ولا؟ لا كلها يعني ذكرى، هي ذكرى هذه. صافي وروح بقى. يعني أنت قاعد إحساسك إيه وأنت سامع الصوت وسامع الليلة؟ هي الأساس فيها طعام الطعام الأول يعني، بعد كده طعام الطعام وبعد كده أنا يعني طعام بيقرب الناس فيها يعني، لما كل عمليات بقى حب ان شاء الله بلد هتكون هذا ان ربنا يهدي ان شاء الله بالحب والاخلاص تقوم البلد. الله نور عليك. صامت قبل مفيد.